ولمناقشة ملف الأزمة الإنسانية في السودان ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق إبراهيم الرزيقي. مرحبا بك معنا. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. مع اشتداد المعارك تتفاقم أزمة معاناة السودانيين يوما بعد آخر، ومع غياب الكثير من الخدمات الأساسية لا سيما الخدمات الصحية، كيف تصفون الواقع الإنساني في السودان بعد مرور عدة أيام من الاشتباكات؟ أولا يتفق الجميع أن الواقع الإنساني خاصة في المجال الطبي والصحي هو واقع مزر وكارثي، وتشير تقارير طبعا تقارير المنظمات الدولية والمنظمات المحلية إلى أن أزمة كبيرة أطلت منذ الأيام الأولى للنزاع بوجهها في ظل ظروف بالغة التعقيد. أولا لعدة أسباب، السودان أصلا يعاني من انهيار كامل طيلة السنوات الأربع الماضية في قطاع الصحي، وذلك بسبب قلة الكوادر وهجرة الكوادر الطبية وتدني الخدمة وضعف الميزانيات الموضوعة للصحة وكثير من المؤثرات الأخرى. جاءت هذه الحرب فكانت الطامة الكبرى، استوقف أكثر من 60 مستشفى ومركز صحي في ولاية الخرطوم من ضمن 84 مركز ومستشفى طبي، ويعود السبب أولا إلى عدم قدرة الكوادر الطبية والأطباء إلى التحرك إلى مواقع والتنقل إلى مواقع عملي. الشيء الثاني هو قيام ميليشيا الدعم السريع باستهداف هذه المستشفيات المشافي كلها والمراكز الصحية، بعضها تم احتلاله احتلالا كاملا لإخلاء ومعالجة جرحاهم، وبعضها للاحتماء بالمرضى وبالمستشفيات خوفا من الضربات الجوية التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية. الشيء الآخر أن بعض المراكز الطبية وبعض المراكز الصحية أصبحت ملاذ لسيارات الدعم السريع ومعداتهم القتالية، ومقارا تأوي إليه العناصر المسلحة والجنود بعد أن فقدت كل مراكزها داخل الخرطوم وكل المعسكرات التي كانت تأويها. لعل هذا السبب يعود إلى أن هذه الحرب لا تراعى فيها قواعد الاشتباك المعروفة، نعم، وأن تواجد القوات داخل الأحياء وبين الطرقات الرسمية وبين المناطق المدنية وداخل المنشآت العامة هو ملمح من ملامح هذه الحرب المجنونة. ما يؤكد كلامكم أستاذ الصادق وما ذكرته الأمم المتحدة أن هناك عمليات نهب للإمدادات الإنسانية والمستودعات في السودان، وهنا نتساءل عن المتورط في ذلك، وهل سيعرقل عدم وصول المساعدات الدولية للبلاد يعني سيفاقم المشكلة أكثر فأكثر؟ طبعا، لأن الدولة الآن في كل مرافق الدولة الآن قائبة ومنهارة، يعني خاصة أن يعني أجهزة الشرطة غير موجودة، أجهزة الخدمة البدنية غير موجودة، الكوادر الطبية كلها الآن غير موجودة إلا نذر يسير وفي بعض المواقع والمستشفيات، فلذلك سيكون الوضع أكثر مأساوية في السودان. حتى وإن حاولت الجهات الدولية والمنظمات الصحة العالمية أو أي منظمات أخرى تقديم معونات طبية، لا توجد كوادر تقوم بواجب التوزيع أو العلاج. وذكرت الأمم المتحدة أن 3 موظفين في اليونيسيف هم العاملون في مجال مكافحة في مجال صحة الطفولة في إحدى ولاية دارفور قد قتلوا، كذلك نهبت مغارة الأمم المتحدة ومستودعات الأدوية ومستلزمات الطبية. هذا وضع يعني غريب غير يعني مسبوق في أي مكان في العالم. دائما تكون المرافق الطبية محمية ودائما تكون بعيدة عن النزاع ولا تستخدم في النزاعات، ودائما هي تكون منطقة مشتركة ومنطقة وسطى حتى بين المتقاتلين. لا أحد يتعرض للأطقم الطبية، الطواقم الطبية، لا أحد يتعرض للمرافق الطبية، لأن الجميع يحتاج إلى هذه المرافق سواء كان المتقاتلين أو المواطنين. فلذلك هذا الوضع في السودان الآن وضع غريب جدا، وكل الناس الآن يحتارون في كيفية تجاوز هذه الأزمة. مهما تعددت النداءات من المنظمات المحلية أو المنظمات العالمية
والآن أطلقت عدة مبادرات في السودان، لكن الاستجابة ضعيفة جدا. لا يزال المسلحين من ميليشيا الدعم السريع موجودين في هذه المراكز، خاصة في مستشفى شرقنين وهو من أكبر المستشفيات في السودان ويقع شرقي العاصمة الخرطوم، وكذلك مستشفى خاص اسمه مستشفى الساحة هو موجود الآن. مستشفى الساحة هو مستشفى خاص مستقبل كامل، وأخرجت قوات الميليشيا هذه المرضى الذين كانوا في غرف العناية. وهنا يطرح سؤال مهم سيد الصادق عن يعني عدم الالتزام بقواعد الاشتباك أو فقدان هذه المعايير، معايير يعني إنسانية بين الأطراف المشتبكة. لماذا تغيب عن الحالة الموجودة الآن في السودان مع الأسف؟ لأن هذه طبعا لأن هذه ميليشيا، هذه الميليشيا نشأت في ظروف خاصة، ثم تمددت هذه الميليشيا، لم تتلقى التدريب الكامل ولا قيادتها لديها إلمام كافي بهذه القواعد، وكان قواعد الاشتباك أو النظم العالمية في التعامل مع هذه الأمور، وهي ليست قوات احترافية. الشيء الثاني، يتحدث عديد السودانيين أن هذه القوات عناصر، أكثر العناصر الموجودة الآن هي عناصر مرتزقة مستجلبة من خارج السودان من مناطق مختلفة، من مالي، من تشاد، حتى لا يتحدثون اللغة العربية ولا اللهجة السودانية، لا يستطيعوا التعامل مع هذه الأوضاع بجانب عمليات النهب والسلب. والآن في السودان لانهيار الوضع الصحي في السودان، كل الذي ينهب ويسرق من المستلزمات الطبية أو الأدوية يباع في السوق السوداء. هذه أزمة إضافية تضاف إلى هذه الأزمة. الشيء الأكثر إيلاما أن المرضى الذين كانوا في غرف العناية المركزة والعناية القصوى أخرجتهم هذه الميليشيات من هذه الغرف حتى يعالج جرحاهم. وكثير من هذه الحالات الآن موثقة وموجودة وتمثل كارثة. كذلك المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يحتاجون إلى إغاثة عاجلة مثل حالات الولادة أو العمليات الجراحية المستعجلة، كثير منهم توفوا في الطريق إلى المستشفيات أو توفوا لعدم وجود المركز الصحي أو المستشفى الذي يفتح أبوابه أو لغياب الكادر الطبي سواء كان الأطباء أو الممرضين. هذا الواقع لا تستطيع حتى الأمم المتحدة التي لديها كل هذه التفاصيل لا تستطيع التعامل مع هذا الواقع، لأنه لا توجد آلية واضحة لمعالجة هذا الوضع. وهذا الوضع تفاقم. اليوم هطلت أمطار في الخرطوم، توجد جثث يعني في الطرقات، هذه الجثث بدأت تتحلل مع وجود مياه الأمطار، يمكن أن تكون هنالك أوبئة إضافية وسيتكاثر الزوات. شكرا. من إسطنبول رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق إبراهيم الرزيقي، شكرا جزيلا لك.